طلاب، بالنسبة لموضوع المين، المين ببساطة هو مجموع القيم على عددهم، الاكس بار هاي القانون بصورة عامة يساوي اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 زائد الى ما لا نهاية لحد ما الاكس ان زائد الاكس ان، تمام، يعني لحد اخر قيمة مالتهن على عددهن، يعني ينطينا مجموعة قيم نجمعهن ونقسمهن على عددهن، تمام. هاي بنوعين، هو مو نوعين، هو نفس الشيء بس ينقسم الى قسمين، اما سامبل وهذا القانون مات شون، الاكس بار يساوي واحد على ان في مجموع اي تساوي واحد الى ان اكس اي. هاي الاكس بار هو المتوسط اللي هو المين، تمام. الان هو عدد القيم، هذا هو مجموع، والاكس اي هي القيم، القيم راح ينطينا اياها بالسؤال، تمام. هاي بالنسبة للسامبل. اما بالنسبة للpopulation، نفس هذا القانون بس الاختلاف انه هاي ميو نفس المايكرو يساوي ان واحد على ان كابيتال، هنا ان سمول، مجموع يساوي واحد هنا ان كابيتال اكس اي. الميو اللي هي نفس المتوسط او المين، تمام، والان هو عدد القيم، وهاي نفس المجموع، والاكس اي كذلك همه. هاي بالنسبه للسامبل والبوبوليشن بصوره عامه او بابسط شيء اقل الكميه، انه المين هو مجموع القيم على عددهم. هذا عندنا الجدول اللي يخص المين، منطينا اقطار الكواكب، كم كوكب؟ 9 كواكب، منطينا الاقطار مالتهم، هذن الاقطار نجمعهن كلهن نجمعهن والنوبة نقسمهن على عددهن، يعني 3030 زائد 7520 زائد 7926 زائدا، وتكملون للاخير، الاخر قيمة، النوبة تقسموهن على 9 على عدد الكواكب او عدد القيم، 9 تقسموهن عليهن، هاي طبعا بالحاسبة لما يصير هيجي هواية تطلع القيمة، بس هي هاي. هسا نجي للميديان، أول قاعدة بالميديان أو أول ملاحظة بالميديان هي ترتيب القيم. أول شيء نرتب القيم إما تصاعديا أو تنازليا، بكيفكم، هاي انتم بكيفكم شلون ترتبونها رتبوها، بس المهم اما تصاعدي او تنازلي. ثاني شيء لازم نسويه
نحسب عدد القيم نحسب عدد القيم إذا كانت زوجية أو فردية. وهسه نجي وحدة وحدة. أول شي إذا كانت فردية يعني أودت، تمام، شلون راح يصير القانون مالتها؟ الميديان يساوي ان زائد واحد على اثنين. شلون يعني هذا؟ احنا مو حسبنا عدد القيم، نفترض انه طلعت عدد القيم 9، مو هيك؟ عدد القيم 9، اذا هاي 9 شنو هو؟ زوجي لو فردي؟ فردي. اذا القانون مال فردي واحد، اللي هو الميديان يساوي ان زائد واحد على اثنين. الان ايش قد طلعناها؟ 9. 9 زائد واحد 10 على اثنين 5. اذا الميديان مالتهن ها هو الوسيط مالتهن هو شنو هو؟ 5. القيمة المقابلة للتسلسل الخامس. خوش، تمام. نجي للثانية، اذا كانت زوجية اللي هي الابن، هنا نجد قيمتين وسطيتين. قيمتين وسطيات اثنين راح نطلعهن. الأولى x1 يساوي n على اثنين، والثانية ال x2 يساوي n على اثنين زائد واحد. يعني حسبنا عدد القيم لقيناهن 10، تمام. أول قيمة 10 على اثنين 5، وثاني قيمة 5 زائد واحد 6. إذا القيم، طبعا هاي ما نقول عليها قيم، نقول عليها تسلسل أو الترتيب مالتهن. ناخذ القيم المقابلة للترتيب أو للتسلسل الخامس والسادس. مثلا طلعت عندنا 12 قيمة عددهن. 12 على 2 12 على 2 6، تمام. 6 زائد 1 جقد 7. إذا نروح على القيم المقابلة للتسلسل السادس والسابع، هذن مجرد تسلسل وليس قيم، تمام. انه بنوجد الميديان مال الاعداد الزوجية x1 زائد x2 على 2. x1 زائد x2 على 2. هنا بهذا قانون مو تجيبون، يعني هسه مثلا طلعت القيم 10، 10 على 2 5، مو تجيبون 5 زائد 6 على 2. لا، القيم تاخذوهن، القيم المقابلة للرقم 5 و 6. يعني اقرب لكم اياها، مثلا نقول راح تطلع لنا 6 قيم، 1 2 3 4 5 6. خوش، نقول هنا 22، هنا
25 هنا 30 46 72 وهنا 100 هيك مثلا أرقام عشوائية. تمام حسبنا أول شيء قلنا أنه نرتب القيم، نرتب القيم تصاعديا أو تنازليا من الأصغر للأكبر هسه تصاعديا. هسه هن مرتبات أنا يعني هيك رتبتهن من الأصغر للأكبر. تمام ورا ما رتبناهن نحسب القيم، حسبناهن لقيناهن نجد 6 قيم. إذن شنو زوجي؟ إذا زوجي قلنا نطلع قيمتين وسطيتين x1 و x2. ال x1 يساوي 6/2 وتساوي 3، وال x2 يساوي 6/2 + 1 3 + 1 = 4. الميديان من نريد نطلع يساوي، مو نجي نكتب 3 + 4 / 2، لا غلط، ترحون الهاي الثلاثة والأربعة القيم المقابلة إلهن، هذني الثلاثين والستة وأربعين القيمة المقابلة للتسلسل 3 شقد 30 زائد القيمة المقابلة للتسلسل الرابع يا هي 46/2 وتساوي 76/2 38. هاي يعني هذا ترى مثال توضيحي لا أكثر. يعني أول شيء أنه من يعطينا قيم نرتبها أما تصاعدي أو تنازلي. ثاني شيء نحسب عدد القيم، لقيناها زوجية، إذا زوجية نأخذ قيمتين أو نطلع قيمتين وسطيتين X1 و X2، طلعناها 3 و4. من اللي جي نطلع الميديان مالتهن ما نقول 3 + 4/2، لا غلط، ناخذ القيم المقابلة إلهن اللي هي 30 و46 جمعناهن وقسمناهن على 2. هاي بالنسبة للميديان. هسا نجي لموضوع المود أو اللي هو نفس المنوال. المود أكثر قيمة مكررة، أكثر قيمة مكررة هاي هذا المود. أكو ملاحظة تقول إذا كانت هناك أكثر من قيمة مكررة ومتساوية في التكرار فتكتب كلا القيمتين. تمام يعني شلون؟ مثلا عندنا 3 4 4 5 6 7 7 8 خوش، لقينا انه الاربعة متكررة والسبعة متكررة، اثنيناتهن نفس التكرار، يعني اثنيناتهن متكررة مرتين، الاربعة متكررة مرتين والسبعة متكررة مرتين. المود شن كتبه؟ 4 and
4 and 7. مثلا اجتنا هسي نفس هذه 4 4 4، 5 6 7 7 8. الأربعة تكررت 3 مرات والسبعة مرتين. قلنا أنه هي المنوال أكثر قيمة مكررة، تمام؟ إذن المود يساوي فقط 4، أكثر قيمة مكررة. هنا تكررت 3 مرات وهنا مرتين، إذن نأخذ الأكثر اللي هي 4. إذا لم يوجد تكرار، نكتب no mod. وهاي هي. مثلا مثال 5 5 5 3 1 5 1 4 3 5، تمام؟ نشوف انه 5 هاي 1 2 3 4 5. رقم 5 متكرر 5 مرات. عدنا 3 متكررة مرتين والواحد متكرر مرتين، خوش. بهاي الحالة شو نسوي؟ شو نكتب؟ قلنا انه المود هو اكثر قيمة مكررة، يا هو اكثر قيمة مكررة 5، اذا المود يساوي 5. ما عليكم بالارقام البقية. مثلا عدنا 1 2 2 2 3 4 5 6 6 6 7 9. نلاحظ انه 2 تكررت 3 مرات والستة تكررت 3 مرات، اذا الموت شنو؟ 2 and 6، 2 و6. عدنا هذا المثال وآخر شيء، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا أنا ماكو أي تكرار، إذن no mod. هاي نجي للبيرسنت اللي هي النسبة المئوية، percentiles. مثل الميديان نرتب القيم تصاعديا أو تنازليا. هاي أول شيء. ثانيا نطبق القانون، اللي هو الآي يساوي بي في ان على 100. شن هاي الاي؟ شن البي؟ شن الان؟ الاي هو تسلسل القيمة، البي النسبة المطلوبة، الان هو عدد القيم.
هسه مثلا عندنا هذا المثال، منطينا هاي مجموعة من القيم ويريد من عندنا النسبة، يطلب من عندنا نسب، هو يريد نسب، مثلا يريد 10% tenth، أو يريد 75%. تمام، شلون نسويها؟ أول شيء نرتب القيم تصاعدي أو تنازل، نرتبها تصاعدي من الأصغر للأكبر، 380 600 690 890 1050 1100 1200 1900 890 ألف. هاي رتبناها من الأصغر للأكبر. المطلوب من عندنا قال أريد tenth P تساوي 10 TH، البي تساوي 30 TH، والبي تساوي 75 TH. هو بكيفه، شي يريد يطلب يطلب. تمام، احنا اول شي رتبناها القيم تصاعديا، ثاني شي نطبق القانون اللي هو الاي يساوي بي في ان على 100. البي 10 في الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في 9 على 100 وتساوي 0.9. هذا ناخذ العدد بدون أعشار ونخلي له 1، يعني 0 + 1 وتساوي 1. إذن هاي الآية قلنا عليها هو تسلسل القيمة، إذن أول قيمة تمثل 10 TH اللي هي 10% من هاي القيم كلها. تمام، نجي للثلاثين، 30% يا قيمة تمثلها، 30 في 9 على 100 وتساوي 9 في 3 27 على 100 وتساوي 2.7. قلنا ناخذها بدون العدد بدون أعشار ونخلي له 1. إذن القيمة الثالثة اللي هي 690 تمثل 30% من القيم هذن كلهن. نجي لل 75%، 75 في 9، وأعيدها إنه 9 هذن هي عدد القيم، هاي كلهن عددهن 9 على 100 وتساوي 9 في 75، 9 في 5 45، 9 في 7 63، و4 67 على 100 وتساوي 6.75. قلنا ناخذ العدد بدون أعشار ونضيف له 1. إذن القيمة المقابلة للرقم 7 هي تمثل 75%، يعني هاي 3 6، إذن 1200 تمثل هي 75% الـ1200. وهكذا هو بعد شيري، مثلا يريد 80 TH، يريد 40، يريد 35، هو بكيفه بهاي بهذا موضوع البيرسنت بيرسنتلز، هنا هو اللي حدد بكيفه. تمام، هاي هي انتهت.
عندنا موضوع الرينج اللي هو المعدل. الرينج هو الماكس ناقص المينيمم، أعلى قيمة. الرينج هو المدى أو المعدل، والماكس أعلى قيمة، والمينيمم أقل أو أدنى قيمة. مثلا عندنا مثال، معطينا 180، 75، 120، 90، 85. هنا تردون ترتبون او ما ترتبون بكيفكم، مو شرط يعني الا ترتبونها، لان هي بينات القيم من هو الاقل قيمة ومن هو الادنى قيمة، الاعلى قيمة والادنى قيمة. تمام، الافضل انه ترتبون، هي اختياره هذا، بس الافضل ترتبونها. 75، 80، 85، 90، 100، 120. الرينج يساوي الماكس ناقص المينيمم، ويساوي الماكس 120 ناقص المينيمم 75، يطلع لنا 45، يطلع الناتج 45. 120 أعلى قيمة ناقص أدنى قيمة 75، يطلع لنا 45. هذا المعدل لهاي القيم، كذا يعني أي قيم بعد راح يعطيكم إياها، تنقصون أعلى قيمة من أدنى قيمة. عندنا موضوع الانتر كوارتايل رينج، المدى الرباعي يعني يقيس بالأربع. هذا القانون العام إله هي الـ IQR اللي هي نفس الانتر كوارتايل رينج، ماخذ أول أحرف الانتر كوارتايل والرينج IQR تساوي Q3 ناقص Q1. Q3 هو الربع الثالث، الربع الثالث يعطونه 75%، Q1 الربع الأول وقيمته 25%. خطوات الحل مالته، أول شيء نرتب الأعداد تصاعدي أو تنازلي، الأفضل تصاعدي من الأصغر للأكبر. ثاني خطوة نطبق القانون، نطلع الأرباح. حذني القانون مال Q3 هي 75 في عدد القيم على 100، الQ1 25 في عدد القيم على 100. الآن هو عدد القيم، من طلعناهن نشوف الناتج راح يطلع، مو نكتب يساوي ونكتب ناتج، هذا الناتج راح يطلع منهن. إذا كان ناتج الأرباع عدد غير صحيح، يعني الناتج اللي راح نكتبه عدد غير صحيح، ايش نقصد بالعدد الغير صحيح؟ يعني بأحشار، يعني مثلا 3.3، 3.5، 3.75 وإلى آخره، 9. يعني بيها بوينتات. المهم شو نسوي؟ هذا العدد ناخذه بدون الأحشار ونجمعه ويا الواحد. قوة العدد ناخذه بدون الأحشار، مثلا هسه 9.75، ناخذ 9 بدون الأحشار، 75 نوخرها ونزودها 1،
يعني 9 + 1 = 10. مثلا عندنا 3.35، شو نسوي؟ ناخذ الثلاثة وحدها بدون الأحشار ونزودها 1. 3 + 1 = 4. هذن القيم اللي راح تطلع أو التسلسل اللي راح يطلع، ناخذ القيم المقابلة إلهن ونطرحهن بالقانون. أدري هسه بالحكي صعبة، وأنا ليش سويتها فيديو؟ لأن الحكي إذا بصمم ما يفيد. فأول شيء هسه عندنا هذا المثال، عندنا هذن القيم ويريد الانتر كوارتايل، يريد الاي الكيو ار مجهوله، هو يريدها. اول خطوه قلنا شو نسوي؟ نرتب الاعداد تصاعديا، تصاعديا احسن. اصغر قيمه 21، البعدها 22، 23، 24، 26، 28، 29. هسه رتبناهن تصاعديا من الأصغر للأكبر، هاي أول خطوة. ثاني خطوة نجد الأرباع اللي هي شنية؟ Q3 تساوي 75 في N على 100، وتساوي 75 في عدد القيم شقد؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 في 7 على اليمن على 100، وتساوي 7 × 5 = 35، 7 × 7 = 49، 3 = 52 على 100. شو يساوي لنا هذا الناتج؟ هسه خلينا بدون الكيو 3 شو يساوي لنا؟ تساوي لنا 5.25، 5.25. اش طلع عنا هذا هنا؟ طلع عنا عدد غير صحيح، قلنا بدون احشار احنا نريده، يعني شايفين كم تسلسل 5.25؟ يعني هسه احنا التسلسل اللي نعرفه 1 2 3 4 5 والى اخره، اكو 1 1.5 2 2.5، اكو هيك تسلسل؟ طبعا ماكو. فاذا لازم نتخلص من الأحشار. شلون نتخلص؟ الـ Q3 تساوي لنا 5 العدد هذا بدون الأحشار، 5 + 1 تساوي لنا 6. إذن الـ Q3 تساوي 6، هاي أول، هذا الربع الثالث. بعد إيش ناقصنا؟ من القانون ناقصنا الربع الأول اللي Q1، نفس الخطوات، بدل 75 صار 25. اللي Q1 تساوي لنا 25 في N على 100، وتساوي 25 في عدد القيم 7 على 100، وتساوي 7 × 5 = 35، 7 × 2 = 14 و3 = 17 على 100، وتساوي لنا 1.75. اش طلعنا؟ عدد غير صحيح بأحشار. ناخذ العدد الغير صحيح، العدد هذا العدد بدون الأحشار اللي هو 1 + 1، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 2. الاي
هسه نجي نطبق القانون QR تساوي Q3 ناقص Q1 غير هيجي. بالكم وإياكم تأخذون 6 ناقص 2 مو هيجي، هذا تسلسل، هذا تسلسل مو القيم هذني، القيم هذا هو هاي مطيكم القيم هذني تسلسل القيم. القيمة المقابلة للرقم 6 شنو؟ 1 2 3 4 5 6 28 ناقصا القيمة المقابلة للرقم 2 1 2 إذن 22 28 ناقص 22 شو يساوينا؟ يساوي 6. إذن هاي هي الانتر كوارتايل رينج لهذن القيم. أول خطوة الرتب تصاعديا أفضل للسهولة. ثاني شيء نجد الأرباع، ربع الثالث والربع الأول. لقينا ناتج الأرباع هو عدد غير صحيح بأعشار، نتخلص من الأعشار نأخذ الرقم بدون أعشار ونجمعه ويا واحد يطلع لنا التسلسل. هذا كذلك هم نأخذ الرقم بدون أعشار ونجمعه ويا واحد تمام. النوب يطلع لنا التسلسل. نروح نحسب القيمة المقابلة للرقم 6 شنو؟ 28 ناقصا القيمة المقابلة للرقم 2 شنو؟ 22 28 ناقص 22 تساوي لنا 6. هسه ناخذ الملاحظة الثانية. هسه عرفنا انه اذا كان الناتج عدد غير صحيح ناخذ العدد بدون أعشار ونجمعه ويا الواحد. هاي فهمناها الملاحظة. الملاحظة الثانية، إذا كان العدد أو ناتج الأرباع عدد صحيح شلون؟ يعني هسه من راح نطلع الQ3 والQ1 راح يطلع لنا عدد بدون أعشار، ايش راح نسوي؟ هاي القيمة أو العدد، القيمة المقابلة إلي مثلا 6 القيمة المقابلة إلي 28 خوش. هاي 28 نجمعها ويا العدد اللي وراها، نقول مثلا 29 نجمعها ويا 29 ونقسمها على 2 نجمع القيمة المقابلة للعدد الصحيح، طلع عنا نقول هنا 6. نروح نشوف القيمة المقابلة إليه من ضمن القيم، ناخذ هاي القيمة زائدا القيمة اللي بعدها نجمعها وياها مع القيمة التي بعدها، جر خط على 2 خوش. هاي هيك حكي ما تنفهم. عندنا هذا المثال الاكزامبل الثاني، عندنا 3 9 8 10 9 5 7 2. أول خطوة طبعا كل نفس كل الخطوات، الرتب تصاعدي أو تنازلي، نجد الأرباع الQ3 والQ1 إذا كان هسه بهذا الفيديو، إذا كان الناتج عدد صحيح إيش راح نسوي؟ أول شيء نرتب الأعداد 2 3 5 7 8 9 9 10. ايش كم قيمة؟ 8 8 قيم. ثاني خطوة نجد الأرباع الQ3 تساوين 75 في N على يمن على 100 وتساوين 75 في 8 عدد القيم 1 2 3 4 5 6 7 8 على 100 وتساوي
8 في 45 اليد 4، 8 في 7 56 و 4 60 على 100 وتساوي لنا 6. ايش طلع لنا؟ طلع لنا عدد هذا عدد بدون احشار، عدد بدون احشار. ايش راح نسوي؟ نروح هسه هذا التسلسل، نروح نحسب نشوف يا قيمة قابلة 1 2 3 4 5 6 التسعة، مو هيجي نجيبها 9، هاي الكيو 3 تساوي 9، القيمة المقابلة لرقم 6 مو هيجي، نجمعها مع القيمة التي بعدها زائدا 9، 9 هاي القيمة المقابلة لرقم 6 نجمعها مع القيمة التي بعدها اللي هي 9 وتقسم على 2، هاي طبعا هنا زائد 9 زائد 9 18 على 2 وتساوي لنا 9. إذن ال Q3 هي قيمتها 9، هاي القيمة، خوش هاي مو تسلسل، هاي قيمة بعد هنا من نطبق هذا يطلع لنا قيمة ما يطلع لنا تسلسل. نجي لكيو 1 تساوي 25 في ان على 100 وتساوي 25 في 8 على 100 وتساوي 8 في 5 40 16 و 24 على 100 وتساوي 2، طلع لنا التسلسل 2. نروح لكيو 3 تساوي هذا التسلسل 2، نروح يا هي 3 القيمة المقابلة للتسلسل 2 نجمعها مع القيمة التي بعدها زائد القيمة اللي بعدها 5، 3 زائد 5 على 2، هاي الثنين جوا ثابتة، هاي هاي وهاي ثابتة، 3 زائد 5 8 على 2، 8 على 2 4. إذن الـ IQR الـ Interquartile Q3 ناقص Q1 والـ Q3 هي شقد 9 ناقصا الـ Q1 4 وتساوي 5، طلعت الـ Interquartile. نعيدها نفس الخطوات بالضبط، نرتب نجد الأربعة، قلنا إذا عدد غير صحيح ناخذ العدد بدون الأحشار ونجمعه ويا الواحد، افتهمناها. إذا كان العدد بدون أحشار يعني عدد صحيح، إيش راح نسوي؟ فقط هاي الخطوة نضيفها، بدل ما نجمع ويا واحد هنا ناخذ القيم المقابلة للتسلسل ونجمعها مع البعثة ونقسمها على 2. هسه الـ Q3 نفسها 75 في N على 100 عدد القيم، 75 في 8 على 100 600 على 100 وبها 6، هاي الصفرين يروحن ويا هاي الصفرين، هذا 6 طلعت. إذا طلع عدد صحيح ناخذ القيمة المقابلة للرقم 6 نجمعها مع القيمة التي بعدها، هسه هاي 1 2 3 4 5 6 هاي التسلسل السادس، 9 نجمعها مع القيمة التي بعدها زائد 9 زائد 9 ونقسمها على 2، شو يساوي لنا؟ 18 على 2 وتساوي 9، هاي قيمة، هاي قيمة، قيمة الـ Q1 25 في N على 100، طبعا أكثر كم هسه تقول قيمة وتم،
25 في ان على 100 تساوي 25 في عدد القيم 8 على 100 200 على 100 تساوي لنا 2. الكيو 3 ايش قد طلعت التسلسل؟ طلع 2. نروح للقيم نحسب 1 2 جبناها نجمعها هاي نجمعها مع القيمة التي بعدها جمع 3 زائد 5 8 ونقسم الناتج على 2 8 على 2 4 إذن هذني يمثلن القيم هاي القيمة مال كيو 3 وهاي قيمة الكيو 1 اي كيو ار كيو 3 ناقص كيو 1 9 ناقص 4 بها 5